سكت سلاحي وحديد الحمام القيادي. مرحبا شوية عشرين، مرحبا 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 ولوقا زياري، مرحبا مرحبا بك، مرحبا احنا في كرات غيرين. قالوا شنقيطي، إذا علينا شنقيطي وكله والانتماء لهذه الشنقيطية منا جميعا كشعب. المشكلة اللي زين فيه علنا ومليارتنا نتفطنوا ونفطنوا علنا ما قط ونقدروا نجبروا حد يعدل عمل ما هو سلوكي قبال حتى والله ما هو مضبوط، وإن قال ذاك من أهل موريتاني يا غير في التاريخ كامل ما قط. قال الشنقيطي هو اللي معدل كلام، مش ما ينفع الشنقيطية ما قط ارتبط يكون بالعمل الايجابي وبالسلوك الايجابي، وهذا فخر لهذه المدينه، هذه المدينه العريقه العتيقه اللي هي بلاد حضارتنا. احنا شنو الناس يقول ان بلا حضاره به اللي البدو غير ما هي حق، احنا الحضاره به اللي مد عندها الف الين نسلم على اهلها ونطلبهم دعم للترشح اللي لهم. ويكرر السيد العوده بس مساكن الشنقيطي وذلك شرف كبير لي على انكم قابلينهم وموافقين عليها. وانا قاعد بالمناسبه حتى علمت على ان الشنقيطي عدل مبادره لدعمي، هذه المبادره بالذات انا قارر فيها بها اسمها اللي ما عدل كروات شوط وعدلت الشنقيطي، وهذا الاساس عندي. وشكرا وعاشت موريتانيا مستقره امنه مزدهره.